يا رب افرجها يا رب، بقالي اسبوعين ما بعتش اي ولا اي حاجه. يا رب والنبي يا رب فكها بقى، يا رب افرجها عليا يا رب. مالكي ماما زعلانه ليه يا ماما؟ في ايه؟ والله يا غزل متضايقه قوي، بقالي اسبوعين ما بعتش ولا لعبه واحده حتى، ولا لعبه صغيره، ومش عارفه اعمل ايه. طب نعمل ايه دلوقتي يا ماما؟ مش عارفة. بقولك ايه يا غزل؟ نعم. تعالي اقعدي مكاني هنا على الفرش، اروح للتاجر اخليه يشتري مني كل الحاجات دي تاني، واشوف ممكن افتح حاجة جديدة وربنا يسهلها معايا. ماشي يا ماما. تعالي اقعدي. غزل يا غزل. نعم يا فيروز، في ايه؟ قالك ماما عملت ايه؟ مامتك عملت ايه؟ ماما كان عندنا اوضة نوم مش عاوزينها، قالك عملت فيها ايه؟ عملت فيها ايه؟ عملت مزاد عليها. مزاد عليها؟ بعد ما عملت مزاد عليها ايه اللي حصل يعني؟ بقى معاها فلوس ياما 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 ياما، عشان بعت الاوضة وعملت مزاد؟ ماشي يا فيروز. باي باي. فزاد وبقى معاه فلوس كتيرة؟ مالك يا ماما؟ روحي الله من عندك بقى يا رب. في ايه يا ماما؟ الراجل عايز يشتري البضاعة دي كلها مني بنص التمن بس، أنا كده هخسر فيها كتير. ماما أنا عايزة أقولك على حاجة. ايه؟ في فكرة حلوة أوي يا ماما هتبيعلي كل ده. انجزيني بيها قولي. استني يا ماما بس دقيقة واحدة. هتبيعها ازاي؟ اكيد عيله صغيره مش هتعرف تبيعها. عمو محمود. يا عمو محمود. ايه يا حبيبتي؟ ايه يا بس يا عمو محمود. نعم. انت اطلع نادي سكان العماره كلهم. في حاجه ولا ايه؟ وخليهم يجوا عندنا. هقول لك ليه؟ اصل احنا عاملين مزاد النهارده وكمان عليه خصومات. خصومات؟ ايوه. ماشي. سكان الاطفال كلها. كلها. عند الخصومات. نعم. انا عاوزه اللعب. ما تقلقيش يا فوزي هجيبهم لك كلهم. انا اللي هاخدها. لا احنا هناخدها. لا المزاد ده بتاع اللعب. بسم الله. سموا بسم الله. انا داخل بالله. داخل المزاد ده. المزاد على فرش اللعب ده كله، واول ما هنبداوا المزاد هنبداوه ب 3000 جنيه. 3100. 3100 يا استاذ احمد. بتاع 2800 جنيه. بقول لك 3100 يا عم محمود. 3150. 3150. ها مين اللي زعل؟ 3200. 3200 يا ام نطكة. 3300. 3300 يا استاذة سلمى. 4000. 4000 يا استاذ احمد. 4000 يا استاذ احمد. الفرش دوت هجيبه لك يعني هجيبه لك. انا ده هو ايه؟ 4050 جنيه. 4050 جنيه يا استاذ محمد. 2700 جنيه. يا عم محمود اعلى من السعر في ال 4700 مش كده؟ انا 4500. انا مش همشي من هنا غير لما اكسب المزاد ده. 4500 اموماك. 4500 اموماك. 4700. 4700 يا استاذه سلمى. 2600. يا محمود اطلع بره. ما تمشي بقى يا عم محمود، ما تزهقناش. احنا اللي هنكسب. احنا اللي هنكسب. احنا اللي هنكسب. احنا اللي هنكسب. 6000 جنيه. 6000 يا استاذ احمد. الفرش بتاعي يعني بتاعي. 2500 جنيه. انت لك اطلع بره يا عم محمود. انت قلت كام؟ 6000 جنيه. 6000 يا استاذ احمد. 6300 جنيه. 6300 يا استاذ محمد. 6500. اوفا يا ام مكة. 6500 يا ام مكة. 6800 يا استاذه سلمى. انت سبت عندك 2400 جنيه. عم محمود. عم محمود. عم محمود. 6800 مين يزود؟ يلا يا فيروز زود يا فيروز. 7000 جنيه. واحنا اللي هنكسب. احنا 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 اللي هنكسب. يلا يا هنكسب. احنا اللي هنكسب. المزاد ده بتاع
بتاعنا 7030 جنيه. هو حد بيزود توت 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 شد حيلك يا كتكوت توت 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 شد حيلك يا كتكوت توت 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 شد حيلك يا كتكوت 2300 جنيه اطلع برا يا عم محمود يا عم اتنيل يا طب بقول لكم ايه ايوه كلمه اخيره ايوه وزي ما تحصل ايوه استاذ احمد 10000 جنيه اللي معايا تعالي حبيبتي تعالي يلا عايزه سعيد المره القادمه انا كنت جايبه الفرش ب 3000 جنيه بس انت كسبتيني في 7000 جنيه الله يا ماما انت قلنا يا بنتي يا حسن والله يا حسن لو ببيع قطعه قطعه لوحدها مش هكسب المبلغ ده كله ربنا يخليكي ليا ويخليني اسمك يا بنتي يا غزل هو العلام حلو انا عارفه وكسبنا يا رب افرجها يا رب بقالي اسبوعين ما بعتش اي ولا اي حاجه يا رب والنبي يا رب فكها بقى يا رب افرجها عليا يا رب مالك يا ماما زعلان ايه يا ماما في ايه والله يا غزل متضايقه قوي بقالي اسبوعين ما بعتش ولا لعبه واحده حتى ولا لعبه صغيره ومش عارفه اعمل ايه طب نعمل ايه دلوقتي يا ماما مش عارفة بقولك ايه يا غزل نعم تعالي اقعدي مكاني هنا على الفرش اروح للتاجر اخليه يشتري مني كل الحاجات دي تاني واشوف ممكن افتح حاجة جديدة وربنا يسهلها معايا ماشي يا ماما تعالي اقعدي يا غزل يا غزل نعم يا فيروز في ايه؟ قالك ماما عملت ايه؟ مامتك عملت ايه؟ ماما كان عندنا اوضة نوم مش عاوزينها هقولك عملت فيها ايه؟ عملت فيها ايه؟ عملت مزاد عليها مزاد عليها؟ بعد ما عملت مزاد عليها ايه اللي حصل يعني؟ بقى معاها فلوس ياما 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 عشان بعت الاوضة وعملت مزاد؟ ماشي يا فيروز باي باي مزاد وبقى معاها فلوس كتيرة؟